مساء النور، وشكرا على الاستضافة، ومبروك عواشر جميع مستمعي ديوان فام. شكرا، عيدك مبروك بالمسابقة، شكرا، كل عام وانت حابب ألف خير. الجمعة زوز قضايا أعلنتوا عليهم تم إثارتهم ضد عبير موسي، يضاف إلى 3 قضايا هما ديجا مرفوعين، مما يرفع اليوم عدد القضايا إلى 5. هتنرجع اليوم نذكروا بشو ما القضايا هذوما، وقتاش تم إثارتهم، وشكون الأطراف اللي أثارتهم. هما في الحقيقة عنا يوم الاثنين، وهذا معناها من الغرائب، يوم الاثنين القادم موافق لعشرة جوان، عدد معناها 2 استدعاوات أمام 2 مكاتب تحقيق مختلفين، مكتب تحقيق 22 ومكتب تحقيق 20. الاستدعاء الأول للتاسعة والنصف صباحا، والاستدعاء الثاني معناها للعاشرة صباحا. هذا الأمام تحقيق 22 هي شكاية تتمثل معناتها يتمثل ملف في شكاية مرفوعة من إحدى الجمعيات التي معناها تعنى بالدفاع عن المقدسات. هكا اسمها هي تقريبا، وتنسب للأستاذ عادل موسي، وأنها معناتها أساءت إليها في إحدى معناها لايفاتها، وفي إحدى معناها نقاطها التنويرية. فالنيابة العمومية أحالت الأستاذ عادل موسي على معنى الفصل 86 مجلة الاتصالات، وهي جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، والفصل 245 مجلة الجزائية، وهي جريمة السلب. الملف الثاني نتاع العشرة نتاع الصباح أمام قاضي التحقيق 20 مكتب 20، هو إحالة أمام معناها إحالة من أجل جريمة عدم الامتثال للقرارات الصادرة ممن له النظر، وهي مخالفة بسيطة على معنى فصل 315 المجلة الجزائية، وأقصى العقوبة هي مخالفة 60 كونترافونسيون، مثل المخالفات المرورية إلى آخره، وأقل عقوبة فيها 15 يوم سجن أو 4800 خطية مالية. وحال الأستاذ عبد الموسي معناها على قلم التحقيق من أجل هذه الجريمة. إيش كون رفعها المخالفة معناتها المخالفة الثانية؟ لا، هي شكون أثارها؟ ماهيش شكاية، هي مركز الأمن العمومي بالعمران معنا في السنة الفارقة في شهر جوان 2023، قامت السيدة عبد الموسي بوقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية، وقفة احتجاجا على كل المعاهدات والاتفاقيات اللي أمضتها وقتها تونس مع الجانب الإيطالي والجانب الأوروبي في علاقة معنا بالهجرة الغير شرعية. حرر محضر في الغرض على أساسه أنه الأستاذ عبد الموسي خالفت القرارات معناها الصادرة ممن له النظر. احنا مازلنا ما نعرفوش ما هي هذه القرارات، يقولوا اللي حطت ألواح وحطت معناها مرقوم، معناها عملت به الديكور معناها في الطريق العام إلى آخره، فعدوا لها المخالفة هذه على معنى الفصل 315. وقلت لك الطريف والغريب في الأمر، وأنه النيابة العمومية المحترمة تطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة، يعني النيابة العمومية طالبة من السيد قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع أخرى في حق الأستاذ عبد الموسي من أجل المخالفة، أقصى العقوبة نتاعها 15 يوم سجن أو 4800 خطية. 4800 مليم ولا دينار؟ لا، 4800 مليم، معناها 4 دنانير و800. شوف الفصل 315 فيه معناها نوع المخالفات هذه، كما فيه معناها عدة مخالفات التي تمس معناها بالنظام العام إلى آخره، مثل الهرج والتشويش في الطريق العام أو السكر الواضح في الطريق العام. هذه كلها معناها مخالفات من أنظار هذه الناحية، لا أكثر ولا أقل، معروفة معناها مخالفات بسيطة. فضلا على كل هذا، وأنه يوم 12 جوان يعني يوم الأربعاء القادم، تنصب الأستاذ عبد الموسي أمام محكمة الاستئناف الدائرة 14 الجناحية، الدائرة الجناحية 14، من أجل النظر في الطعن الذي رفعته
من أجل الطعن في الحكم الابتدائي القاضي بثبوت إدانتها، معناها في معناها في مسألة المخالفة الانتخابية. والذي هذا اللي رفعته هيئة الانتخابات؟ رفعته هو على هيئة الانتخابات مع محكمة المحاسبات مع إلى آخره، وصدر حكم في شأنها يقضي بتخطيئاتها ب5000 دينار. الحكم هذا معناه اعتبرناه معناه فيه العديد من المغالطات ومجانب للصواب، واستأنفته الأستاذة عابر موسي وعين في جلسة 12 جوان يوم الأربعاء القادم، ونحن معناها سوف نعلم نيابتنا وسنبين أنه الحكم هذا مجانب للصواب، فيه عدة مغالطات، فيه تحريف للوقائع، فيه يعني عدم تطبيق القانون، ويضرب في عمق معناتها المبادئ معناها اللي جات بها القوانين الجزائية والإجراءات الجزائية. نهيك وأنه ماذا 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 يعاب عن الأستاذ عبد الموسي وأن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خرقت الصمت الانتخابي. يعني الأستاذ عبد الموسي تحاكم وتحاسب بأفعال غيرها، وهذا معناها غير مستساغ وغير قانوني، وطبعا تنبينوه هذا في الجلسة نتاع نهار 12 جوان، معناتها الطعن هذا في أمام محكمة الاستئناف 12 جوان. واضح أستاذ. في العموم أستاذ هدى، في العموم نحن في انتظار طبعا جلسة محكمة التعقيب اللي إلى يوم النتي هذا أحيل الملف منذ أكثر من 4 أشهر تقريبا على محكمة التعقيب، وهو تعقيب النيابة العمومية عقبت قرار دائرة الاتهام في القضية المعروفة، القضية الأم، وهي قضية مكتب الضبط بتاع قصر قرطاج. بتاع قصر قرطاج بالضبط. إذا نحن في انتظار تعيين جلسة التعقيب، وإلى يوم الناس هذا لا حياة لمن تنادي، ما فماش أصلا الجلسة هذه ونراقبوا فيها كل يوم، لكن للأسف يبدو أنه محكمة التعقيب عندها رأي آخر، ماهيش مضروبة، وننتظر تعيين هذه الجلسة. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة أستاذ نفع العريبي محامي الأستاذ عابر موسي، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص اليوم إثارة 2 قضايا جدد ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر. نحكي على التوانسة بالخارج اليوم اللي باش يرجعوا إلى أرض الوطن بينتوش على ربي يجيبهم مسلمين، لكن في الإجراءات الديوانية كنجيبوا فلوس معانا من الخارج، شنو هي الفلوس اللي نسرحهم؟